مساكم الله بخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة ببرنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ونرحب أيضا بمشاهدينا اللي انضمونا الآن عبر تطبيق شاهد VIP. اليوم ضيوفي كابتن حمد المنتشري، وكنا في نقاش قبل بداية البرنامج، كنا نتكلم معانا وكابتن سلطان نقول الله يذكر أيام رضا تكر وسامها وسام المولد مساكين، كان حاطهم قدام والشباب شغالين براشات وهو ياخذ عن الجاهز. ها يعني تخيل لاعب ينفرد، على سبيل المثال نقول يعني لاعب جاي منفرد في مرمى الاتحاد، يجي رضا تكر ولا سام المولد ينبرش، الرجل ينبرش ذاك طبعا يفره، يجي عند حمد المنتشر ياخذها في هداوه، تلاقي الجمهور الله يا حمد، طب والغلبان اللي انبرش هذا. ومعنا طبعا كابتن سلطان اللحياني ابو احمد، ومعنا من الرياض بعد غيبه الاستاذ احمد الفهيد. وين يا عمي، وش المناقد اللي طلع معنا كم حلقه واختفى والناس قالوا صار مشاكل بينه وبين الفراج؟ كابتن سمير عثمان مستشار التحكيمي معنا من القاهره. الاخضر يبدا الاعداد لليابان والصين والمعسكر برديف الجوهره. الطائي يلحق التعاون بالاتفاق ويحقق ثاني فوز ويتقدم بالترتيب. فارس الشمال يتجاوز بداياته المتعثرة في الدوري. يا بعد حي. الأهلي يحاول ضبط انفعالات جماهيره وتعديلات خلال التوقف. الهلال يطالب لجنة الحكام باختيار نخبة الأجانب لمبارياته المقبلة. والمفرج يبرر الإصابات الهلالية بالمخاشنة التي تحدث بالدوري. مدير الهلال: هل نحتاج بيانات أو احتجاجات لإيقاف أخطاء الحكام؟ النصر يعلن وصول إيمانويل غدا الأحد ويبدأ العمل بتدريب الإثنين. هاني الشريف على هاشتاج البرنامج في تويتر تقول: من يوم الوحدة هبطت لدوري الأولى، سمير عثمان بطل يلبس كرافتة حمراء ولا إيه؟ عشان كنت بلبسها لكابتن سلطان. الله يسعدك الله يسعدك. لاننا مش هنلبسها تاني يا كابتن سلطان، انا سامع انه ان شاء الله في العوده باذن الله. ان شاء الله في العوده عقبال ما نشوفك يا كابتن سمير محلل لدوري يلو ان شاء الله. ان شاء الله. اذا الغير مقبول من الهلال هذا التواضع الفني في الاداء، خصوصا مع الاستقطابات الكبيره، خصوصا مع انه انت يعني بطل ومتمرس، خصوصا العنصر السعودي عندك والمحلي هو الافضل في السعوديه. احترم كلام الكابتن فهد المبرج، لكن ما في اعذار كابتن، ما في اعذار. الهلال لا يعتذر عن الفوز بالبطوله. عثمان نشوف معك حالات التحكيميه لمباراه التعاون والطائي. معليش تاخرنا عليك، تعرف استاذ احمد الفهيد سحب فينا كورنيش. كم لا هذا انا مستمتع بيه. لا مستمتع، اتصل فيه، احنا عندنا ايقاع في البرنامج يا كابتن سمير، مش عنام مع احمد الفهيد، عقلبها برنامج حواري. كمل. ها في خالد على هاشتاج اكشن مع وليد في تويتر يقول: اخ وليد اسالك حمد المنتشري، هل الاتحاد يستطيع الاكمال لنهايه الموسم بهذه الدكه الموجوده ويحتاج تدعيم؟ لا، شوف الاتحاد بالعناصر الموجوده الان يقدر ينافس ان شاء الله بكل سهوله. يا اخي ناس كثير قاعد تقول لي حمد المنتشري طالع زعلان، كان امس الاتحاد مهزوم 5. لا بالعكس، بالعكس يعني كانك زعلان الاتحاد. لا بالعكس، الفرحه في القلب. صحيح الاتحاد يحتاج انه يدعم 2 إلى 3 لعيبه مثلا في مراكز مختلفه عشان استمراريه للمواسم القادمه، لكن بالفريق هذا الاتحاد ما شاء الله تبارك الله عنده عناصر ان كانت محليه او اجنبيه قادر على انتزاع اللقب السنة هذه إن شاء الله. الهلال ما في شك اليوم جمهورنا معه حق أنه يقلق، ما اعتاد ولا تعود يشاهد الهلال بهالترتيب، حتى وإن كنا لسه في بداية الدوري كانت مباراتين فرطنا فيها صدقا، يعني مباراتنا مع شقانا في نادي الباطن ومباراتنا اليوم مع شقانا نادي الحزم
كان بالإمكان أنك تأخذ 4 نقاط. هالفرق هذه يعني فرق دائما إذا أنت تبغى تكون بطل لازم تأخذ نقاطها، ولكن لا زال الدوري طويل بالنسبة لنا. إن شاء الله بإذن الله نرجع لوضعنا الطبيعي. أشرح موقف أو أشرح وضع لاعبينا، انتهوا بعد نهاية الموسم، كان موسم طويل وموسم بعد موسم كورونا، ضموا للمنتخب، انتهوا من المنتخب الأول. عندنا 3 ركائز أساسية تقريبا من موسمين، الكل يعرف سلمان وسالم وياسر الشهراني ما حصلوا على إجازات سبب مشاركتهم مع ناديهم وكذلك مع منتخب بلدهم. أتصور خروج اللاعبين منتخب الأول المنتخب الأولمبي، تخلفهم عن الأعداد، كذلك انضمام اللاعب كاريلو وكويلار لمنتخباتهم، تصفيات كاس عالم وكوبا أمريكا، أتصور هذا أثر علينا بشكل كبير. كاريو مش موجود في قائمة آسيا اليوم، هو خارج الأربع اللعيبة الأجانب. ما أتصور، هو لاعب اليوم مصاب، وأرسلنا جميع تقارير لمنتخب بلده واتحاده، عندهم الرغبة أنهم أن اللاعب يجي بحكم أن الفيفا دي حيطول بالنسبة لأمريكا الجنوبية، ليس كما في آسيا أو في قارة أخرى في قارة أوروبا. لهم كامل حق، أنت تعرف أنت لازم تلتزم بقرار فيفا، ما تقدر تمنع اللاعب. بإذن الله إحنا نتمنى إن شاء الله، إحنا شركاء معهم، هناك تواصل مع طبيبنا مع طبيب المنتخب البيرو في برنامج اللاعب، إيش كان يأخذ من جلسات علاجية وإيش حياخذ مستقبلا، لأن اللاعب تعرف بعد انتهاء مشاركته حيكون عندنا مباراة أسوية، ومن ثم إن شاء الله بعدها حيكون عندنا الدوري والعودة مرة أخرى للدوري. تسألتني عن مستوى نادي الهلال، وسألتني عن تعثرنا اليوم اللي تعتبر خسارة بالنسبة لنا، ولم أرمي الحكم مباراة. اليوم توجهت لهالسؤال، حجيبك بكل صراحة، يعني هل إحنا يعني محتاج منا أن إحنا نحتج أثناء مباراة ونهاجم الحكم؟ هل محتاج منا احنا كإدارة ان احنا نطلع ببيان ونهاجم الحكام؟ هل محتاج منا احنا كإدارة ان احنا نطلع في المقزوم بعد المباراة ونهاجم الحكام عشان ناخذ حقنا؟ اتصور يجب تكون العدالة حاضرة، ولا نشكك اخواننا وزملائنا الحكام هم يبغون النجاح زي ما احنا نبغى النجاح، لكن اتصور حتى مباراتنا اليوم في 3 ضربات جزاء لم تحتسب، ولو بترجع المؤتمر الصحفي المدرب او اللعيبه اللي طلعوا في المكزون ما حد تكلم عن التحكيم. اتصور هي تفاصيل صغيره، انا اقول لك ما هي سبب خسارتنا، لكن عطني حقي، عطني حقي. انا اليوم حصلت ضربه جزاء في نهايه المباراه وربي ما كتب ان احنا نسجل، لكن عطني كامل حقي، وبالاخير خليني انا اعالج اخطائي واشوف مشاكلي. اتمنى بكل صدق وبكل يعني اريحيه احنا اليوم نبعث بخطابات طلب حكام اجانب للمباريات اللي تكون على ارضنا، وندفع قيمة حكم نخبة وحكم أجنبي. وأتصور من يحضر أو من يتواجد اليوم في مباريات نادي الهلال كلهم حكام، للأسف يعني حكامنا أعلى منهم بكل صدق أقولها بكل تجرد، حكمنا اللي حكمنا مباراة الباطل أتصور، ولا حكم الفار، حكم اللي حكمنا مباراتنا مع الاتفاق، الحكم اللي حكمنا مباراتنا مع، يعني صدقا أنا أتمنى يعني مراعاة هالجانب. إحنا اليوم في دوري وفي مسمى كبير وفي زخم دوري، اتمنى ان يعني موضوع الحكام هذا يتواكب مع هالدوري هذا. ضغوط ان الاهلي يستمر في هذه الدوامه، كان لازم نسال احد، لازم نبحث عن احد يعني يعطينا راي في هذا الموضوع. يعني المشهد لو طلبنا من الاداره بيقولون اصحاب مصلحه، لو اخذنا الجمهور الجمهور متوتر، الجمهور متوتر وقاعد يشوف نتائج الاتحاد فيضغط اكثر. رحنا لمساعد الزهري الرئيس الذهبي للنادي الاهلي. مساء الخير ابو هليل. اي اداره اليوم، انا اليوم مش عشان ماجد اليوم صاحب او صديق، اليوم اي اداره مره المفروض انها اخذت حقها من الوقت. يعني اليوم اي خلينا نقول اليوم المفروض انهم ياخذون اقل حاجه 2 ويتبان نتائجهم يا ابو بدر. اليوم يا ابو بدر يعني يعني ما انا طالب من منبركم، يعني انا كاحد الجماهير وكاحد العشاق، انه اليوم نصبر على اداره ماجد. اليوم والله العظيم نعرف ان ماجد اليوم يعرف الخلل وين، هو والجهاز الفني، بس يبغى حساب. ماجد اول لجا جاء ترى حب وكرامه وطلب من الجماهير الاهلاويه، واحنا كلنا ثقه في اداره ماجد النفيعي. اليوم اللي يحتاجه ماجد من اول ما جاء قال انا احتاج الوقت. بكره موعد اخر، تصبح على خير.